بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية يا رب. هذا هو الفيديو الثالث بسلسلة الاكسبيرينسز بالريسيرش. أنا كنت بالواقع ناوي أنه كل واحد من زملائي أو رفقاتي أو معارفي اللي بعرفه نشروا نوع من أنواع الريسيرشات الكتار طبعا، اللي هنا أكثر من اللي حنذكرهم. كان بدي أعمل معهم انترفيوز وكل واحد يحكي عن ريسيرشه، ولكن للأسف ما حالفنا الحظ بكثير من الناس، يعني ما تفرغوا وما قدروا يوفروا وقت أنه يعني نعمل معهم هالمقابلة السريعة. فكان بدي أحكي عن الكروس سكشنال لأنه هي نوع كتير مهم وكومن، ولكن للأسف يعني سبحان الله ما تيسرت أنه أحكي مع حدا عمله، ما فضي. فما لقيت خيار غير أني أحكي أنا عن واحد من الريسيرشات اللي أنا عاملهم، مع أنه أنا كنت حابب تكون بأسلوب انترفيو، ولكن يعني هذا الموجود. فكأني رح أعمل مع حالي الانترفيو اليوم، أو يعني الأسئلة نفسها اللي سألتها للشباب رح أحكي عنها أنا اليوم، ونحكي عن الإكسبيرينسز اللي صارت معي. وهذا صراحة ريسيرش أنا بحبه، وهو أول ريسيرش نشرته. فبسم الله خلينا نفتح. أنا في عندي تنتين كروس سكشنال ستاديز حنحكي عنهم على السريع. هي ليست عن الستاديز نفسها، ولكن حتى تفهموا التجربة ويعني الإكسبيرينس وفوائد الريسيرش هذا. فعنوان البيبر هي Social Psychological Skill in a Cross-Cultural Setting, a Study on Medical and Dentistry Undergraduate Students. فهي أنا ساويتها بلال الدروبي وحسام أبو حية زميلي كمان خريج نفس الدفعة، والدكتور جمال الدين أبو غيدة فهو كان المشرف علينا. فخلينا نفتح الأسئلة اللي بسألهم أنا بالعادة. طيب، أول شيء What are cross-sectional studies؟ The cross-sectional studies يا جماعة it's a study that's يعني performed in a single يعني area of time، ليس كالكوهورت. ما بتكون أنتوا عم تعملوا study على مثلا تقولوا والله follow up من اليوم للسنة الجاية، follow up على شهر. لا، أنت بتكون عم تدرس قضية ليست مرتبطة بالوقت وبالoutcomes. فهي يعني دراسة مقطعية. مثلا ممكن توزع questionnaire، انت حاب تدرس مثلا كم نسبة الدبريشن مثلا بطلاب الطب، تبعت كويشنير بغض النظر هلا كيف بدك تقيم الشغلة هي، هلا بعد شوي ان شاء الله بنحكي عنها. تبعت كويشنير او اسئلة اسلوب معين بتقيم فيه الاكتئاب، وبناء عليه مثلا تبعت هالكويشنير بيعبوه مثلا 100 طالب وعشرة منهم مكتئبين، فبتقول نسبة الاكتئاب هيك. هي كروس سكشنال ستدي. ومنها أمثلة تانية، يعني مثلا بدك تقول والله شو نسبة وعي الدكاترة بنسبة مثلا يعني معرفتهم مثلا عن الكورونا، عن الكوفيد أول ما طلع، فبدك تعرف قديش الدكاترة بيعرفوا عن الكوفيد. تروح بتبعت مثلا امتحان بتحط مثلا 20 سؤال عن الكوفيد وعلاجه أو أعراضه أو كذا، وبتشوف العلامة وبتقول. فهيك شو هي نوع من الديسكريبتيف ستديز، أنت ما عم تسوي إكسبيرمنت، ويعني بتوصف يلي عم تشوفه. فهي دراسة ديسكريبتيف ما فيها انترفنشن. وإيجابياتها which brings us للنكست بوينت. هلا نحن حنروح للميجر او البروز اند كونز، خلينا نحكي عنهم بعد شوي. فالمهم نعطي هلا المثال يلي انا ساويته. هي الدراسة اللي ساويناها عن السوشيال سايكولوجيكال سكيل. اذا انتم بتنتبهوا اصلا هي الدراسة ما لها علاقة بالطب، سبحان الله. يعني عن جد هي صارت كانت صدفة عجيبة. كيف بلش هذا البروجكت؟ ببساطة أنا طول حياتي بحب السايكولوجي، يعني بسنة ثالثة كتير كتير كنت أدرس فيه لدرجة أني فكرت راجع حالي وأترك الطب ساي بلوغ. ففكرت يعني ممكن لو درست سايكولوجي أحلالي، لأنه كانت صراحة جد شغلة انترستينج. المهم كنت تابع هذا الموقع. هذا الموقع هو موقع كيف تتذكروا انتم ما حضرتوا، يلي حضر معنا الريسيرش وركشوب 1 يلي هو في موقع اسمه ساينس ديلي. هذا موقع ساينس ديلي هو موقع للعوام، ليس موقع طبي يعني او علمي بحت، ولكن بيحط لك الدراسات وبيبسطها للناس. فيعني بتاخذ ريسيرش سمريز لكل شغله طلعت، وفيك تلاقي المراجع اذا حبيت تقرا زياده. فهذا موقع سايكولوجي نفس الشيء، كل كم يوم تنزل هيك مثل مقاله عن شغلات بالسايكولوجي، مثلا الميموري، مثلا شو الشغلات مثلا بتحسن النوم، whatever بتقعد تقرا عنها. فالمهم او مثلا الشغلات اللي بتزيد مثلا الاي كيو او اسوشيتد مع الاي كيو. على كل حال فانا كنت اقرا هون ولقيت دراسه حلوه كتير عن السوشيال سايكولوجي.
يعني هي مجرد هي كانت فكرتها انه الكونكلوجن تبع الاستدي هذيك انه الناس اللي عندهم تعاسه اكثر اللي عندهم كآبه هيك وناشفين بيسموها الميلانكولي والناس الانتروفيرتد اللي ما كتير بيحبوا يختلطوا بالمجتمع عندهم ذكاء اجتماعي أكتر. شو هو الذكاء الاجتماعي؟ انه انت فيك تفهم الناس أكتر، فيك تفهم تفكير الناس أكتر، اسباب افعالهم ومبررات سلوكاتهم. يعني انت عندك سلوك، احيانا الناس بتعمل شيء ما بتعرف ليش هي هيك عملت، ولكن فيك تتنبأ او تفكر بالشغلات هاي. يعني العقل، الافكار الباطنه اللي بتخلي الانسان يرجح فعل على فعل اخر. يعني مثلا احيانا انت مثلا بيجي واحد بالشارع بيطلب منك مثلا دينار او بيقول لك ساعدني او هيك، احيانا انت بتساعد احيانا ما بتساعد، ليش؟ هي هي الشغلات اللي بيدرسها علم النفس. المهم هلا انا ما حاحكي عن الدراسه بالتفصيل، المهم انه دراسه عجبتني. انا هذا كله عم بحكيه يا جماعه لانه انتم ما بدي احكي لكم على استدي، يعني I know you don't care او most of you، بس انه الفكره بس مشان تعرف كيف الفرص بتجي لك. فانا عجبتني الدراسه وقلت والله كتير حلوه. والدراسة هي خليني لاقيها، بلال الدروبي articles psychology social psychology social psychological skill and its corollaries. هي هي الدراسة الأصلية. طبعا هي كانت المقالة، يعني مقالة بسيطة على الجوجل في كروم، هي هيك مثلا شوفوا شلون، يعني ما بتاخد 5 دقائق راي. فأنا عجبني، وطبعا المرجع ليكو بتلاحظوا هون محطوط تحت. فأنا عجبتني رحت على المرجع، كانت الدراسة معمولة بال 2018، أنا وقتها كنت سنة ثالثة، كانت ما صار لكم شهر نازلة، يعني شهرين يمكن أو ثلاثة. المهم فرحت على المرجع الأساسي اللي هو فيه الجورنال بيبرز، المقالات العلمية ليست المقالات المكتوبة للعوام اللي هي موجودة على الإنترنت هيك بالبلوج هذا. فقرأت البي دي اف الأصلي وكان هذا هو، هاي هي المقالة الأصلية. دكتور بجامعة ييل اسمه، لحظة شوي، select tool. فدكتور بالديبارتمنت اوف سايكولوجي بجامعه ييل اسمه انتون جولوتزر، هو بي اتش دي ستودنت، والدكتور هو السينيور تبعه اسمه جون بارج. هذا جون بارج من اكبر علماء السايكولوجي، يعني دائما بينحكى بالكتب عنه. المهم فانا قرات البيبر وكانت كتير حلوه، قراتها كامله حوالي 10 صفحات 15 صفحه. المهم قراتها بالتفصيل وعجبتني كتير وفهمت الميثودولوجي تبعها. وباخر البيبر في في اللي كويستشناري اللي هو ليكو في سبلمنتري ماتيريال، يعني هون البيبر طبعا لانه طويله ما راح تحط الاسئله، يعني هنا سالوا 40 سؤال فما راح يحطوه بالبيبر، بتاخذ مساحه كتير، بحطوه مع السبلمنتري ماتيريال. طبعا جايكم هلا بالقصة كلها كيف هي بترتبط بالاوبورتونيتيز للريسيرش. فانا حملت السبلمنتري ماتيريال وقرات، فهي 14 صفحه. هي هي الاسئله تبعهم، مثلا بس مشان تاخذوا فكره: In most cases, people expend less effort when in a group than when alone. True or false? أو مثلاً بيسألك: Being in a group causes people to become more aware of their individual values. Yes or no? طبعاً هون المارك سكيم، أنا هون حطت الأسئلة صح، يعني اختصاراً للوقت. إلى آخره. فطبعاً في أسئلة يعني هي عليها علامات صح وخطأ، هي ليست أسئلة رأي، هي مبادئ بعلم النفس موثقة ومدروسة ومعروف الصح والخطأ منها. فيعني مثلا one of the best predictors of happiness and life satisfaction، شو هي؟ social relationship والpride والhonor ولا الwealth المصاري يعني ولا هي I don't understand. طبعا الجواب شو؟ social relationships. شو هي خمسة I think هي رقم السؤال، انا حاطط ارقام السؤال، يعني هي رقم السؤال 5. هذا طبعا انا هذا ملف ما فتحته من 3 سنين. فلما نروح هون رقم 5 ليكو رقم 5 الجواب social relationships. المهم فحبيت الكويستشنير كتير وانا جبت فيه علامه شبه كامله، جبت 19 من 20. فكنت حب يعني اتنافس مع رفقاتي، بعته لرفيقي حسام ابو حيه وهو كمان بحب السايكولوجي شوي، فبعثت له اياها قلت له حل الكويستشنير هذا خليني اشوف شو بتجيب علامه. حله اوكي جبت يعني
شفنا قارنا علاماتنا. بعدين قال لي هو قال لي شو رأيك نبعته للدفعة؟ وهذا هو يعني هو مربط الفرس يا جماعة. قال لي شو رأيك؟ هاي صرنا عم نحكي تقريبا 10 دقائق. أنا إن شاء الله يعني ما بدي أطول كتير، ما بدي أحكي عن الدراسة نفسها. قال لي شو رأيك نبعته للدفعة؟ وفعلا أخذنا الكويشنير ترجمناه للعربية، هو هذا الكويشنير موجود بس بالإنجليزي، ترجمناه للعربية، تواصلنا مع أنتون جولوتزر، بعثت له إيميل، ما بدي هلأ أقعد ورجيكم الإيميلات مشان ما نطول. قلت له السلام عليكم يعطيك العافية، كله بالإنجليزي، كيف حالك كذا كذا، أنا بلال دروبي طالب سنة ثالثة طب بالأردن ورفيقي، وحابين يعني نقلد دراستك نسوي له ريبليكيشن عنا. طبعا هاي شغلة نوفل، هاي أول مرة بحياتها بتندرس لهذا الشخص اسمه أنتون جولوتزر، هو اللي ألف أو هو اللي يعني صنع الكويستيونير هذا، وبيدرس الصراحة شغلات كتير حلوة ويعني له فوائد، ولكن هي أول مرة بيندرس بأمريكا، يعني ما درس غير مرة واحدة. فقلت له نحن حابين نعمل نفس الشيء عنا بالأردن ونشوف النتائج وهيك، وكتير رحب فينا وقالنا كذا وعطانا أفكار ويعني عطانا الإذن إلى آخره. وفعلا ترجمنا للعربية وعبينا الكويستيونير، وستمائة واحد بدفعتنا وبالدفعة الأكبر عبوا الكويستيونير، صار عندنا سامبل كبير، ما بتذكر كم كان، بالألف بالستمية، يعني كان عدد كبير والله، مكتوبة جوا البيبر هلأ بنشوف. بس المهم وطلعنا الـ IRB Institutional Review Body اللي هو الإذن من الجامعة للدراسة، وفعلا جمعت الداتا. ويعني هاي يعني هذا الحكي كله بلش بنهاية سنة ثالثة، ما مضى كم شهر شهرين إجت الصيفية إلا والداتا كلها جاهزة، ونحن يعني خلصين الموضوع من كل أطرافه وبلشنا الداتا أناليسس. وسبحان الله طلع الـ IRB بعد كم فترة، ببداية سنة رابعة يمكن أو بصيفية سنة ثالثة، وبلشنا كتابة وصرنا يعني كتبنا البيبر، راجعناها مع أنتون جولوتزر دكتور بجامعة ييل، ولا بيعرفنا بس تواصلنا معه، بعتنا له المانيوسكريبت تبعنا، دقق لنا إياها شي 7 مرات، ضلينا هو يبعث ونحن نبعث نصحح ويبعث، هاي عملية بتطول، طولت يعني عدة أشهر. بالأخير يعني ما في يعني خلال سنة خامسة قدمناها للجورنال وانقبلت الحمد لله ونشرت. فمثل ما بتشوفوا هون الدراسة بلشت يعني ما بتذكر بنهاية أو نص 2018، كانت منشورة ب أو قدمناها للجورنال هون مكتوب بجانوري 2020، وقبلت بمارش 23 مارش 2020 سنة خامسة أثناء الجائحة، يعني بداية الجائحة الكورونا. فهي هي الدراسة، هي هي الأبستراكت، ما هنحكي هلا عن التفصيل. فبس هيك تصفح سريع، وفي يعني هون بالميثودولوجي، وفيكن إذا بتحبوا تقرأوا، ومع أنه صراحة ما له علاقة بالطب يعني دايركتلي، وهذا الشيء غريب هلأ. باي ذا واي في درس كتير مهم ما تعلمته إلا هلأ بعد سنتين من النشر، تعلمت اني عملت خطأ كبير. طبعا هاي اول دراسة بحياتي، هي مو اول دراسة ببلشها، اول دراسة بتنشر، يعني في واحدة قبل بلشناها بس لسه ما خلصت. المهم بس يعني نحن انا وحسام لما بلشناها، وهذا الشيء بدي يعني انصحكم فيه، do it for passion، انت اعمل شغلة انت بتحبها، تكون انت شغوف فيها، لانه هذا حيعطيك دافع كبير انك تكمل. وانا وحسام وقتها كنا عم نحكي حتنشر ولا ما حتنشر، كنت أقول له والله ما بيهم إنه ما تنشر، حتى لو ما نشرت أنا ما عندي مشكلة إنه ساوي له سيف PDF وحطه عندي على الكمبيوتر وخلص، ما حدا غير يشوفه، بس إنه شو تكون يعني نحن تعلمنا كتير من الإكسبرينس هاي. هلا نرجع بس للأسئلة. فهاي هي بداية البروجكت، وهذا حيربطنا بستدي تانية كروس سكشنال، هي الستدي الأولى كروس سكشنال. الستيجز شرحناها، أنا تعرفت عليها بالصدفة من الإنترنت، حكيت مع المؤلف، تواصلت معه، أخذت منه الإذن وعطاني هو insights شو الشغلات اللي ممكن أعملها مشان نحسن الستدي. جمعنا الداتا، تعلمنا statistics يعني منيح، وساوينا داتا analysis أنا وحسام، والدكتور جمال أبو غيد الله يجزيه خير كان مشرف علينا، وهو اللي ساعدنا كمان بالشغلات الإدارية. يعني هاي هي المراحل حكينا عنها، وأنه طولنا يعني نحن خلصنا paper بحوالي 6 شهور، بس أخذت منا سنة ونص لحتى راجعناها وحققناها، وظلينا نقدمها للجورنالات لحتى قبلونا. قدمناها يمكن لثلاث جورنالات ورفضونا، والرابع اللي قبلنا، وهي يعني كل جورنال بيطول عليك 2-3 أو 4. هلأ درس مهم يعني لازم تتعلموه، أنا هاي البيبر هاي أول واحدة بنشرها، ما كان عندي خبرة كتير بالجورنالات، لا أنا ولا حسام،
فشو عملنا؟ نشرناها بجورنال، وهذا كان خطأ منا، وإن كان يعني قدر الله ما شاء فعل بالأخير كله للتعلم، بس نشرناها بجورنال بيور سايكولوجي، جورنال سوشيال ساينسز، يعني ليكو اسمه كوجنت سوشيال ساينسز، ما له علاقة بالطب. فهي ليش مشكلة؟ هلأ هي صح بتنحسب ببليكيشن لإلك وبتحطها بالسي في، بس كتير أحيان أنت ممكن تقدم، يعني بكرة إن شاء الله إذا بتحبوا تقدموا تخصص على whatever أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، اللي هو كتير من الأحيان، مو دائما بس كتير من الأحيان بيشترطوا أنه لازم يكون البابليكيشن تبعك ببابمد. وببمد لمن لا يعرفه الله حنحكي عنه، هذا موقع ببمد، هي دايركتوري أو ميديكال لايبراري، أرشيف بتنحط عليه المقالات الطبية، كل مقالة طبية بتنشر بأي مجلة حتتجمع بهذا الأرشيف. فأنا لو بتدور على المقالة تبعي هون، لو بتكتب بلال الدروبي ما رح تلاقي مقالتي. ليش؟ لأنه ما له علاقة بالطب. هاي يعني هي شوي، هي ما نحن درسنا طلاب الطب بس ما في شيء بيحكي عن الطب. ونشرناه بمجلة بيور سايكولوجي، يعني لو نشرناه بمجلة سايكولوجي مع behavioral sciences أو medical social sciences كان ممكن تنحط ببابمد، يعني كان فينا ننشر بمجلة موجودة على ببمد، بس نحن ما كنا بنعرف أهمية هذا الشيء من قبل. ولذلك ممكن هذا الشيء شوي، يعني ممكن هذا البيبر ما يكون له كتير قيمة، مع أنه بيبر محترمة وحلوة وبكيو 2 جورنال هايلي رانكت يعني الحمد لله، ولكن مع ذلك يمكن ما كتير يعني يمكن ما يعتبروها بالسي في تبعي. ليش؟ لأنه ببساطة ما موجودة ببمد، موجودة على سكوبس. طيب ما بدي هلا أقعد أدور عليها، يعني هذا اللي بنروح على سكوبس أوكي، بس مشان تشوفوا، وهذا إن شاء الله حنحكي عنه بالفيديوهات الجاية. كمان هذا أرشيف تاني ليس فقط للطب، هذا أرشيف لكل شيء علمي. فمثلا بتدور كوجنت سوشيال ساينسز، ما رح تلاقي البيبر تبعي لك او المجله، بس الكوجنت سوشيال ساينسز مو موجوده ببابمد لانه ليست طبيه. فيعني لو بيرجع فينا الزمن كان المفروض ننشرها ببابمد جورنال، فهذا الشيء مهم لما تنشر اي مقاله لك احرص على ان تكون ببابمد. طبعا بالاخير هي كانت يعني اميزنج اكسبيرينس، تعلمنا منها كتير وكانت جدا ممتعه صراحه، واكثر الايجابيات انه انا تعلمت فيها ستاتستكس باحتراف، يعني تعلمت فيها منيح ستاتستكس وقتها. فالواحد فعلا يعني ما بيتعلم او ما بيهتم بالستاتستكس عن حقه حقيقي لحتى تنحط بين ايديه داتا هو بده يسوي الاناليسس، مو مجبور انه يسوي الاناليسس. فيعني هاي اكسبيرينس كانت حلوه، وهي يعني الميجر ليسنس تبعه انه فيك تعمل استدي حتى لو مع دكتور برا الجامعه، تواصل معه، اقرا كتير، ممكن تلاقي فرص او شغلات انت تحبها بنفسك. واحرص على انه تكون محطوطه بالارشيفات الطبيه من سكوبس وببمد، خصوصا ببمد لانه هو يعني اكثر شيء الناس بيستعملوه، سكوبس يعني كمان. هلا البروز اند كونز، الكروس سكشنال سهل يعني نوعا ما انك تبلش تجميع الداتا، انك يعني ممكن تجيب عده انواع اسئله او ايدياز من الكروس سكشنال وتعمل لها اناليسس بنفسك. الكونز انه صعب احيانا انه تخلي ناس يعبوا الكويستيونير هذا، اذا يعني بتفكروا بتتذكروا انتوا اكيد خلال سنواتكم هي كتير نزل لكم كويستيونيرز، وانا متاكد انه كتير منكم ما كانوا يهتموا يعبوها. فبدك يعني بدك رقم واحد تحط البوست تبعك باسلوب يجذب الناس. فالشغله الاولى انه حتلاقي يعني صعوبه تجميع الداتا اذا الموضوع مو كتير مفيد او مو كتير انترستينج، وكمان لذلك بدك تحط البوست باسلوب جذاب، باسلوب تحسس الناس انه احيانا انت عم توفر لهم خدمه. ولذلك انا بنصح انه اذا عملتوا كروس سكشنال ستاديز ما تعملوا او تجنبوا، مو شرط يعني مو شرط ما تعملوا، ولكن حاولوا تتجنبوا تعملوا ستاديز كويستشنيرز تعبايه معلومات. حاولوا تخلوا شغله فيها اسئله، شغله فيها يعني منافسه، فيها شغلة interesting. فإذا فيها شغلة امتحان هي بتكون شغلة more objective وممكن تفيد أكتر، يعني ويكون more conclusive ومفيدة أكتر لما تكتب البيبر وتكتب الconclusions تبعك. أما مجرد والله تبعت questionnaire تقول 50% رأيهم هيك، 60% رأيهم هيك، 10 ضد 10،
او خمسه عندهم اكتئاب. يعني هي مو كتير فايندينجز مفيده، بس اذا عملت كويستشنيرز يعني كوانتيتيف واوبجكتيف فهذا شيء احلى. وحسس الناس انه عم تعطيهم خدمه، عم توفر لهم شغله هن بدهم اياها، مشان تقدر تجمع سامبل كبير. هلا مثال تاني على الكروس سيكشنال ستاديز، وهو حقيقه بنفس سنه النشر ب 2020 لقيت انا اللي هي الشغله الثانيه الكروس سيكشنال ستاديز اللي بدي احكي عنها، منشور نحن عنا على جروبنا واحد من الجامعه الاردنيه عم يعبي كويستشنير عن الشخصيه وعلاقته باختيار التخصص. يعني هل ناس بيحبوا تخصص معين شخصيته مختلفة عن التخصصات الباقية؟ فأنا كتير حبيت الأسئلة تبعه، لقيت أنه هذا إنسان عن جد فهمان، اسمه محمد نواعسة أو نوايسة، كان عن جد فهمان وحبيت الكويستشنير تبعه، عبيته كامل. باي ذا واي كمان نصيحة تانية مهمة بنصحكم فيها، يعني النصيحة الأولى إذا بتنشروا كروس سيكشنال تأكدوا أنه ببابمد. النصيحة الثانية هي بحكي عنها، ما تحطوا كويستشنير طويلة، ديروا بالكم ما يعني ما تحط لي كويستشنير بياخذ اكثر من 10 دقائق ماكسيمم او 5-7 دقائق، هي يعني المنطقه الرماديه، او 10 دقائق يعني اذا الموضوع انترستينج. غير هيك انت رح يجوا الناس يعبوا بعدين رح يسحبوا عليك وما رح تجمع داتا، يعني رح تكون داتا قليله لانه الناس خلص بملوا. يعني انا والله شفت من السنه الماضيه واحد نزل، وانا بحب ساعد ناس، بحب اعبي كويستشنير، فعبيت الكويستشنير وانا عم اعبي شاشة واحدة. يعني هو حاطط لي على جوجل فورمز كل الأسئلة ورا بعض، هاي شغلة يعني احنا حركة كنا نعملها، مثلا إذا عندنا 30 سؤال ما بنحطهم صفحة واحدة، بنحط 10 أسئلة أو يعني بنحطهم على مرحلتين 15-15 مشان تحسس، يعني هو حيشوف البوتن تبع النكست، فلما يعني ما بيعرف شو في بعد هيك إلا لما يضغط، فلما يضغط نكست بيلاقي إنه خلص. يعني عرفتوا شلون بتكون تستدرجوا الناس اللي عم تخلوني يعبوا الكويستشنير. فأنا مرة ضغطت لقيت حاطط لي 100 سؤال، والله يا جماعة كأني كنت عم حل سؤال يعني امتحان فاينل، كأني قاعد بآخر السنة عم حل امتحان البيدياتريكس، حاطط لي 100 سؤال multiple choice. فأنا أكيد سحبت، يعني سحبت عليه، أنا مو لهالدرجة مستعد ساعد الناس. فهلأ أنا لقيت هذا محمد نوايسة كان منزل، هو كان دكتور امتياز منزل عنا على الجروب هذا الكويستشنير، كتير حبيته ولقيته عن جد فهمان شو عم يعمل. تواصلت معه وبعثت له إيميل قلت له يعطيك العافية، أنا بلال دروبي هيك هيك هيك، عجبني الكويستشنير تبعك، والله يا جماعة قلت له لو سمحت بس لحظة شوي عليكم، هذا هو الإيميل أنا سيفته حتى، قلت له يعطيك العافية لا نبلش من تحت، قلت له يعطيك العافية أنا كتير صراحة حاب الاستدي تبعك وشكله كتير مرتبة، أنا I'm very interested in your يعني study، وبس يعني شو I hope your study gets published and becomes successful. قلت له شو إنه بس اللي please do let me know if any findings you come across، أنا قلت له بس تخلص الأناليسس تبع الداتا اللي شو بتكتشف، يعني بس بعت لي الأبستراكت تبع الاستدي تبعك. فسبحان الله شو رد علي، انا بس قلت له لما تنشر بيبر قل لي نتيجتك، يعني ما بعرفه انا لبني ادم، فشو قال لي، قال لي ثانك يو وينه هون، قال لي ثانك يو سو ماتش، والله يا جماعه تخيلوا يعني ليش انا بشارك معكم الاكسبيرينسز تبعي، مو مشان اقول لك انا عملت ستدي هيك وهيك، يعني انا ما هستفيد لما انتم تعرفوا انه انا عملت هيك ولا ما عملت ستدي فلانيه، بس مشان تعرفوا كيف الفرص بتجي من السماء. فقال لي ثانك يو سو ماتش فور يور انترست بلال اند كوبريشن، اوف كورس اي ويل ليت يو نو تمام. If you are interested in participating in this research, I can talk to your to our supervisor and see if there is an available spot. You can participate and help in data collection and writing the final manuscript, especially if you have experience in medical writing and personality research. Please let me know if you are interested. Best regards, محمد نوايسة. قلت له شكرا كتير و I have experience لأني بال 2018 يعني عملت دراسة وكذا، وأنا طول عمري بقرأ سايكولوجي وهيك هيك هيك، وأنا كمان شغال على ريسيرش يعني 1-2-3 إلي خبرة، so I believe I can be competent if I were to join your research. Please have a talk with your supervisor and let me know of any developments and what possible role I could be given. Cheers بلال. فيا جماعة هي قضية interest، إذا أنت عندك curiosity، أنا البني آدم هذا ما رحت عنده قل له
مشان الله فوتني معك، لأنه أصلا ما كنت متوقع أنه يدعوني، لأنه إنسان شغال ريسيرش تعب عليه وجمع وعمل الكوستينير وهو شغال كل شيء، شو بي أنا أشتغل معه؟ يعني الكونتريبيشن تبعي هيكون قليل، فأنا ما بطلب من الناس إني فوت على شغلة أنا عارفان إنه هن نخلصوا أغلب الشغل مشان أنا أكون عالي عليهم. بس أنا مهتم عن جد كنت بالفايندينجز تبعه، قلت له بس تخلص الأناليسس والفايندينجز لو سمحت إلي شو بتكتشف. راح قال لي تفضل فوت معنا. والغريب العجيب إنه يعني هاي البرسوناليتي تبعي وينها الأوبن مايندنس. أنا كان عندي intellectual curiosity 100، يعني هي البرسوناليتي results تبعي، ففعلا أنا عندي high intellectual curiosity، والدليل على يعني على ذلك إني طلبت منه results للستدي تبعه مع إنه ما حيكون إلي فائدة مباشرة من هذا، يعني هي مجرد فضول علمي. فالمهم فعلا بالأخير عطاني رقم تليفونه وقال لي تفضل وخلينا نحكي، ورتبنا وفعلا بالأخير فوتني معه بالريسيرش. شاركته أول شيء، هو عطاني مسؤوليتين، لذلك لازم تعرفوا كمان يا جماعة مو شرط أنت تشتغل كل الشغل بالريسيرش، ممكن تشتغل شغل أقل ومع ذلك يعني يخلوك تفوت. فأنا كان عندي بس دورين، الأول أنه محمد نواي سأل لي، وهي هي المشكلة اللي قلت لكم عنها، قال لي أنا ما حدا عم بيجمع الداتا تبعي، أنا عم نزل الكوستينير والناس عم يسحبوا علي، وبعدين أنا مالي موجود على كل الجروبات تبعكم تبع الجامعات التكنو، لأنه هو من الأردنية من عمان. فقال لي بدي إياك لو سمحت تسوق لي الكوستينير تبعي تنزله على كل الجروبات، لأنه أنا مالي موجود على الجروبات تبعكم، فنزلها هنيك على كل الجروبات اللي أنت موجود عليها وساوي لها تسويق بأسلوب منيح. فأنا فعلا نزلت الكوستينير. شو قلت لهم يا جماعة؟ ما تقولوا ديروا بالكم، ما تقول لهم والله لو سمحتوا عبوا الكوستينير هذا تبعنا، لأنه نحن بدنا ندرس الفروقات بين التخصصات الفلانية بالشخصية تبعهم. لا، no one cares. ليش يساعدك؟ أنت إنسان غريب، ليش يعني يوفر من وقته ربع ساعة عشر دقايق يعبي كوستينير مشان خاطرك ولا مشان سوال عيونك؟ لا طبعا. شو كنا نعمل لهم؟ قلن كثير من كثير مرات هيك ما بتذكر بالفصحى ولا بالعامية كتبتها، نحن يا جماعة السلام عليكم يعطيكم العافية، كثير منا طول عمرنا بنسمع عن الشخصية، ودائما يعني عملنا كويستينيرز أو شغلات على الإنترنت عن يعني امتحانات بتقلك إنه أنت شخصيتك قطة ولا كلب ولا عصبي ولا ذكي ولا منفتح ولا منغلق، ولا شخصيتك أحمر ولا أزرق. هذا كله كلام فاضي وليست كلام دقيق. اليوم أنا جايب لكم كويستينير بيقيس الشخصية بدقة بناء على الدراسات في العلم النفسي، وبتعطيك النتائج بالرقم، وفيك تقارنها بينك وبين غيرك، وبدنا كمان نلاقي علاقتها بين الشخصية هي وعلاقتها بحبك لتخصص معين. شوف كيف عم نعمل تسويق، كأنه نحن ما عم نقول لهم نحن بدنا منكم خدمة تعبونا كوستينير، لا، كأنه نحن عم نعرض عليهم خدمة نحن عم نوفرها، أنه نحن جايبين لكم الكوستينير وسميته، قلت لهم البي اف اي هو هذا اسم الكوستينير، 80 سؤال يعني عن الشخصية، فبناء عليه بيعطيك نتيجتك. فقلنا لهم عنا هيك 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 وفيكم تضغطوا أو تاخذوا الكوستينير هذا أو الامتحان للشخصية هذا تحت، وموفركم إن شاء الله نتائجكم تنبعث لكم على الإيميل. وهذا اللي صار. فالناس وقتها شو تهافتت على الكوستينير هذا مشان تعبيه. فكمان يا جماعة لازم تفهموا الفريمينج افكت، كيف انت يعني نفس الكلمة ممكن يعني هي نفس المعلومة ولكن تنحكى بأسلوبين، أسلوب حلو أسلوب قبيح. يعني في نكتة تقال أو يعني حكمة أنه بيقولوا واحد من يعني ملوك شاف منام وفجاب يعني هيك شيخ كبير أو ختيار أو كذا حكيم يعني قال له فسر لي منام هذا. هو الملك كأنه شاف سنانه كلها عم توقع، فقال للحكيم هذا أو هيك، فقال له تفسير منامك إنك رح يموتوا كل أهلك وكل عشيرتك قدامك أو رح يموتوا كلاتهم قبلك، فقتله يعني عصب عليه. جاب حكيم تاني قال له نفس المنام، قال له ستكون أطول أهلك عمرا. الاثنين نفس المعنى، إما أنه كلهم ماتوا قبلك أو أنت رح تكون أطول واحد بالعمر، ما هو أكيد أنت أطول واحد بالعمر، يعني كلهم أقصر منك. فالفكرة الأسلوب ألفاظك ممكن تغير كمية الناس يلي بيقرروا يشاركوا بالستدي تبعك ويعبولك الكوستينير، وبناء على ذلك بدك تجيب سامبل سايز محترم. نحن بالستدي تبعنا جبنا قديش
I think 1000 بني آدم أو أكثر، أكثر من 1000 عبوا الكويشنير تبعنا يعني، جمعنا من كل الجامعات. أظن هون كانت النتيجة ليكو 5000 واحد عبوا. فيعني كانوا كتير. فيعني هاي شغلة تانية درس يعني بحب أعطيكم إياه أو أنصحكم فيه، إنه أوكي نحن حكينا شو cross sectional studies، وطبعا لقينا علاقة يعني، لقينا إنه مثلا قارنا بالبرسوناليتي تبع الجراحين وغير الجراحين مثلا، لقينا إنه الجراحين عندهم التزام شديد بالمواعيد وبالعهود بيسموها الهايبر كونشينشسنس. لقينا إنه مثلا دكاترة الأطفال أجريبل يعني كتير هيك عندهم طيبة وعندهم لطافة إلى آخره. يعني هي هيك يعني حكي عابر، ما بدي أحكي كتير عن الستدي. فشو كمان، فهي هي حكينا على cross-sectional studies، حكينا كيف بلشت. الأولى مجرد فضول على الإنترنت على البلوجز، حكيت مع الدكتور جامعة يلو وقال لي خلينا نعمل البروجكت. الثاني إجت مجرد فضول إني حكيت مع دكتور عم يعمل بحث، قلت له احكي لي نتيجتك بكل براءة، وهو قال لي تفضل فوت معنا، وهذا اللي صار. فشوفوا كيف الفضول يا جماعة، إذا هذا اللي أنا بنصح فيه، فضول والرغبة الشخصية الذاتية عن جد إنه أنت تعرف الأشياء بتجيب لك فرص وبتجيب لك إن شاء الله يعني نجاح على المدى البعيد. الستيجز يعني حكينا عنها، الميجر فايندينجز مو كتير مهمة، البروز أند كونز كمان حكينا عنها. فهي هي الصراحة كمان شغلة حلوة بالكروس سكشنال ستديز، انه خلافا للكيس ريبورتس، حكينا طبعا المره الماضيه انا وعمر زميلي عن الكيس ريبورتس، وفعلا هي اكسبيرينس حلوه لانه الكيس ريبورتس قصيره جدا، فيك تخلصها بسرعه يعني ببضعه اسابيع شهرين ثلاثه ممكن تكون ان شاء الله مخلص وناشر. بس مشكلتها انه ما حد يتعلم منها statistics. اذا بدك تتعلم statistics اعمل cross sectional study او cohort study او يعني case series، اللي هي انك تجمع عدد كبير من الداتا تساوي لها انال. المهم انه شيء، اما يعني السنجل كيس ريبورت ما فيها داتا اناليسس. طبعا هذا كله لازم انت يكون عندك الهمه والدافع انه تتعلم يعني، فالشغله مو لعب. ان شاء الله استفدتوا من الاكسبيرينسز هي، يعني هي الدروس الكبيره، انه دائما نزل بوست مرتب حسس الناس انك انت عم تخدمهم. الكويشنيرز ما تكون كتير طويله، واذا فيها شوي من الطول حط الاسئله المهمه قدام كمان، يعني ما تعبي لي الكويشنير، تحط الأسئلة البايخة أول شيء، لا حط الأسئلة المهمة قدام، وبعدين والله الاسم والعمر والأي سنة وكذا وأي جامعة والجنسية بتحطها بالأخير، وحط أكثر من صفحة، ما تحط لي 100 سؤال يعني، حتى 100 ما تحط لي 100 بأول صفحة، حط لي 50 مثلا أو 20 30 هيك يعني بدك تستدرج الناس يعبوا الكويشنير تبعك. واحرص على أنه يكون ببلشت ببمد ان شاء الله. يعني هاي الاكسبيرينس مع انه طولنا شوي، ححاول قص من الفيديو هذا شويه شغلات يعني بركي بيقصر شوي، ولكن ان شاء الله كانت اكسبيرينس مفيده. الكروس سكشنال ستديز حلوين. كمان شغله اخيره حاب احكيها يا جماعه، يمكن بعضكم يستاء من هاي او بعض الناس اللي اوريدي بلشوا، بس لو سمحتوا يعني هي نصيحه يعني مو شرط وليست يعني شيء ملزم، ولكن نصيحه، بعدوا عن شغلات الانكزايتي والدبريشن. كل الطلاب او كتير يعني الغالبيه الساحقه اللي ببلشوا ريسيرش بيجوا شو بدهم يعملوا، استدي اون انكزايتي ان ميديكال ستودنتس، انكزايتي اند ديبريشن ان ميديكال ستودنتس، انكزايتي اند بيرن اوت ان ميديكال ستودنتس. خلاص هذا الموضوع دائما بيعملوا نفس الشيء، دائما بيوزعوا نفس الكويشنير، دائما نفس الحكي. يا اخي والله بنعرف انه طلاب الطب تعيسين. وانا اول واحد بس الحمد لله، فكلاتنا تعيسين، كلاتنا يعني عندنا مشاكل وعندنا قرف من الدراسه ويعني اكتئاب كتير يعني موجود، يعني كل حدا من الاردن كلها مكتئبه وطلاب الطب مكتئبين اكثر. فاعملوا استدي شوي فيها يكون نوفلتي او شوي جول واضح. يعني السوشيال سايكولوجيكال سكيل طبعا يعني مو انه تفاخرا، بس السوشيال سايكولوجيكال سكيل كانت حلوه. ليش؟ لانه هذا شيء جديد بالسايكولوجي، كان نازل بال2018 ما درسه غير واحد، فلو بكون انا الثاني اللي بدرسه هذا شيء منيح انك تسوي ريبليكيشن لامبورتنت فايندينجز. اثنين انه اعمل امبورتنت ريليشن شيبس، مثلا احنا عملنا ريليشن شيب انه بين الذكاء وبين الذكاء الاجتماعي، ففعلا الناس الاذكياء بيفهموا غيرهم كمان اكثر. يعني هي ليست قضيه انه يعني في ناس بيقولوا هذا انسان ذكي معناته فاشل بالحياه الاجتماعيه، هي حقيقه مو هيك، هو بيفهم الحياه الاجتماعيه بس هو سلوكه مو منيح.
بس هو بيفهم سلوكيات الناس أكثر من غيره، هذا اللي نحن لقيناه وجولوتزر لقاه. فهي يعني يوجد مفارقة بين كون الإنسان ذكي ولكن منعزل أو شوي مو كتير اجتماعي، وبين قدرته على فهم سلوكيات الناس الاجتماعية ومبررات أفعالهم. فهي findings حلوة. أو مثلا personality، يعني نحن لقينا strong يعني findings بين specialties، ولذلك بكرة إن شاء الله يعني طلاب سنة رابعة راح يشوفوا ولما يداوموا بأقسام مختلفة راح يلاقوا فرق كبير بين قسم الباطنة وقسم الأطفال، ولا بين قسم الأطفال وقسم الجراحة. يعني كمية البهدلات اللي بتاكلها حتلاقوا يعني مفارقة كبيرة بدون ما نحكي، الكل بيعرف. فيعني أما تلاقي لي شغلة معجونة أو كتير مكررة، depression and anxiety، تجنبوه. إلا لو عندك عن جد hypothesis أو دراسة يعني strong methodology، مو بس إنك توزع questionnaire. فيعني إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الاكسبيرينس هاي. آسف على الإطالة، ما كان قصدي إني أحكي عن البيبرز تبعي بالتفصيل، أو أنا فعلا ما حكيت عنها بالتفصيل أبدا، ولكن يعني لأنه عن جد الأحداث اللي صارت بالريسيرشات هاي كتير يعني مفصلة، فحاولت أحكي عنها بحيث تستفيدوا وتعرفوا وين الفرص ممكن تلتقى وكيف ممكن إن شاء الله توفروا لحالكم أكبر عدد قدر يعني ممكن الفرص. ومثل ما قلت لكم من قبل، كل ريسيرش بيبني على اللي بعده. إذا أنت صار معك اكسبيرينس واحدة، الناس بيثقوا فيك بعدين وبيصيروا يعني مستعدين انه يفوتوك معهم بالبروجكتات. فيعني يعطيكم العافيه، وان شاء الله الفيديوهات القادمه او الاكتيفيتيز تبعنا الجايه اللي حتكون بيرسونال على زوم، ان شاء الله بنحكي اكثر عن الريسيرش، بنناقش اكثر وبنبلش نحكي كيف الواحد ممكن يقرا ريسيرش يفهمه وينتقد البيبرز ويميز الغث من السمين. يعطيكم العافيه، وان شاء الله الوركشوب هاي تنال اعجابكم. مع السلامه.